وهرجع اقول مره تانية ليه بنتكلم عن الملف ده، عشان ده ملف جواز وطلاق، وعشان ده الناس دي لما اتجوزت كانت ترند كبير جدا، وعشان عبره كلنا نتعلم منها. طيب النهارده جهات التحقيق استدعت حسن شاكوش عشان خاطر تسمع اقواله وفي اتهاماته لزوجته بسرقه نص مليون جنيه. اتهم زوجته انها سرقت نص مليون جنيه. حسن شاكوش قال على مراته كلام كتير جدا، كلام انا مش حابه اقوله مره تانية، ولجان الكترونيه تدخل ونشوه في صوره الناس ونشوه في صوره البيت اللي دخلنا خدنا منه بنت، والمفروض ان احنا نكرمها، وان مش نكرمها بس، يعني اللي اتجوز واحده ده بقت عرضك وبقت شرفك، واي اهانه ليها اهانه ليك قبليها. يعني هقول لك حاجه، حتى لو هي وحشه، تعالوا بقى نشوف سيناريو تاني خالص. ست فعلا وحشه ومش كويسه، لو حد غلط في الست دي وهي على ذمتك يبقى غلط فيك انت، ما هي شرفك، ما هي عرضك، ما هي اسمك. فالواحد بقى يشوف حاجات. يعني انا هنا ما بدافعش على فكره على ريم، انا بدافع عن مبدا ان ادام الواحد اتجوز واحده وراح خدها من بيتها وبقت في بيته وبقت شرفه وبقت عرضه، مش ما يسمحش ان حد يقول عليها نص كلمه، ولو حتى هو بيكرهها وحد راح يقول كلام عليها يلحق يشوف هيمنعه ازاي، يلحق يشوف هيلم الموضوع ازاي، لانه اي غلط فيها هيبقى غلط فيك قبليها، هيبقى بيغلط فيك انت، هيبقى بيهينك انت. يا جماعه، يا الناس اللي بتتفرج علينا، او لما واحد مراته تتهان، مش حتى لو هو اللي هانها، لو واحد مراته تهانت بيبقى هو تهان. ما هو انا لما مراتي تتهان يبقى انا ماليش لازمه، صح؟ يعني انا لو مراتي تهانت يبقى انا ماليش لازمه بقى، ما انا مراتي بتتهان يبقى انا مش موجود. فما بالك اللي هو الراجل اللي هو بيهين مراته او بيهز صورتها قدام الناس، انتوا متخيلين؟ هي دي القضيه بتاعتي، هو ده المبدا اللي انا عايزه اتكلم فيه، عشان كده انا مهتمه بالملف ده. طيب انا معايا دلوقتي على التليفون المستشاره هايدي الفضالي، وهي محاميه ريم زوجة حسن شاكوش. يا هايدي. الو. ايوه يا هايدي، ازيك؟ عامله ايه؟ مساء الخير. مساء الخير. طمنينا، وصلتوا لحد فين؟ مفيش، وصلنا ان احنا طبعا يعني ماشيين في اجراءاتنا العاديه جدا، ولكن هما وقعوا في مصيده الحقيقه يعني غريبه قوي، ما كنتش متخيله ان هما يقعوا فيها. امبارح انا كنت اعلنت وطلعت تصريح ان طبعا اكيد الوثيقه مكتوبه ببيانات صحيحه، ان هي ان الزوجه مطلقه، وان احنا هنبدا نخاطب النهارده محكمه الاسره في اكتوبر بطلب عشان ناخد الوثيقه الاولانيه، مش ممكنه، مش هي بتاعت الكمبيوتر، لان بتاعت الكمبيوتر مش مكتوب فيها بيانات خالص غير الزوج كذا والزوجه كذا. أيوة. يوم الزواج كذا. فقلت اشوف هل دي اشاعات ان هي ممكن تكون فعلا مكتوب فيها انها لما يسبق لها الزواج. فهم سمعوا التصريح ده، والمحامي نفسه النهارده في برنامج اخر راح قايل لي كده في مكالمه تليفونيه، قال ما هي المستشاره قالت امبارح ان هي عارفه اكيد انها مطلقه وان اكيد مكتوب البيان مطلق. فطبعا هو وقع في المصيده ان هم راحوا النهارده هم معاهم القسيمه اللي هي مش مع ريم، القسيمه الاولانيه. أيوه. ان هي طبعا العروسه بتستخرج القسيمه دي بعد فتره، او ما بتبقاش في دماغها انها تطلع قسيمه، يعني اللي هي الكتابيه الاولانيه دي ما بتحتاجهاش يعني. ايوه. فطبعا هو معاهم، فوقعوا في المصيده وعملوا ايه؟ راحوا النهارده عملوا بلاغ ان هي اللي ادت ببيانات مزوره. ليه قالوا الكلام ده؟ لان انا لما ذكرت امبارح تصريحات صحفيه قلت في تصريح يعني مؤكد بكل حاجه بالبوست اللي انا وضعته بباقي الحاجات اللي نزلت في السوشيال ميديا، انا قلت لو انا اكتشفت ان الوثيقه دي بعد ما اجيبها من محكمه الاسره ان فيها بيان مزور، انا هقاضي المأذون او من ادلى ببيانات المأذون غير صحيحه خلت الوثيقه دي. طب انا عايزه اقول لك حاجه بقى، عايزه اقول لك حاجه، انه في حلقه عندي هنا في ملفات على الهواء مباشره انا سالت المحامي، محامي حسن شاكوش، سؤال مباشر جدا وصريح، والحلقه متسجله وموجوده على اليوتيوب وعلى السوشيال ميديا وفي كل حته. سالته حسن شاكوش ما كانش عارف ان هي متزوجه قبل كده؟ قال لي لا، كان عارف ومش دي المشكله اصلا، وهو ما انكرش حاجه زي كده.
بالظبط الكلام ده متسجل عندي هنا، متسجل بالظبط يا سمير. هو ده بقى اللي هو وقعوا فيه النهارده لما قالوا او شافوا ان انا هعمل اجراء لما اشوف القسيمه دي فيها ايه، راحوا عملوا كده النهارده وقدموها. ولما عرفوا ان انا ناويه اعمل ايه، ما انا كاتبه مصياده ان انا هلتوي اعمل كذا وهقادما ادنى ببيانات، فعمل التصريح ده والسند الحقيقه لسند يعني كده بتاع كي جي 1 ان بطاقتها ما هي مكتوب فيها الفه. هو الواحد بيغير بطاقته ده كل كام سنه أتفهم. هي ما غيرتش البطاقه لسه. عند بالظبط عند الانتهاء البطاقه بيروح يغير بقى حاجه معايا وظيفته ايا كان. فالكلام ده طبعا هو قالها النهارده، قلت له يعني هو ما يعرفش ان انا متزوجه؟ لا ما يعرفش. طب انت مش مكسوف وانت بتقول كده؟ يعني انت مش مكسوف هو ما عرفش بعد يوم الفرح انها مثلا كانت متزوجه ولا كان بيحب يستر على بقول لحضرتك إيه المحامي بتاعه عندي انا في برنامجي ده في ملفات قال لي لا هو عارف والموضوع ده مش مشكله اصلا، مش هو ده المشكله. هو فعلا دي حقيقه، لكن النهارده شوفي بقى كم التلفيق. هم بقول عشان كده بقول هم وقفوا مصياده. كم التلفيق لما لقوا ان انا انتويت كده رسمي امبارح من موقع بوستات، راحوا عملوا الاجراء النهارده. واللي انا كنت ناويه عليه في بيان في البوست ان انا هروح ابلغ عن ادلى ببيانات غير صحيحه، راحوا قالوا النهارده ان هي اللي ادت بالبيانات دي للمأذون. طب مين اللي بيجيب المأذون؟ الزوجه ولا الزوج؟ الزوج. مين اللي بيحضر اوراقه وحاجته؟ ودور العروسه بيبقى ايه في كتب كتاب، بالاخص اللي كاتب كتاب في يوم الفرح وبعد الزفه؟ دور الزوجه بيكون ايه؟ لسه بتدي له البيانات مثلا؟ طب المأذون بيدي الخطبه امتى؟ الخطبه بقى اللي هو عاوز يستند ليها اللي هو الدفاع اللي يا استاذه هايدي، هو كان متقدم لها كمان قبل كده وبعدين هي اترفض حسن شاكوش وبعدين اتجوزت وبعدين بعد كده راح اتقدم لها تاني، يعني هو عارف التفاصيل كلها. طبعا طبعا ما هو ده ما فيهوش شك، انا بكلم كم الاكاذيب والابتزاز اللي بيحصل. ويجي النهارده كمان يقول لا ما هي قالوا شفويا كذا كذا كذا. شفويا ايه؟ هنا عايزه اسالك حاجه، هو ازاي في ازاي الست بتتهان بالشكل ده؟ ما هو ده اللي انا بقى انا ما بتكلمش بقى على ريم دلوقتي، هو ازاي بالست بتتهان كده؟ ازاي؟ قلت لها اميره ده رايح يقول لها انا مكسوف ان انت كنت متجوزه قبل كده والميديا كلها بتصورني، يعني طبعا هو الفنان العالمي فالميديا كلها بتصوره واهله، فبلاش نقول الكلام ده قدام التصوير ان انت كنت متزوجه. هل انت كنت سيء النيه مثلا؟ يعني انت سيء ان هي تروح تدي بيان يتكتب؟ طب انتوا عملتوا الشو قدام الناس ومش وعايز تداري انها متجوزه والكلام ده، تروح في الاخر بتدي بيانات غير صحيحه تتكتب، تتكتب في ورق رسميه. ولما انا اعلن امس ان انا هتخذ اجراءات لو وجدت البيان ده بعد ما اجيبه من محكمه الاسره هاخد اجراءات قانونيه واشوف مين ادلى ببيان مزور او هقاضي المأذون، تروح على طول تعمل البلاغه النهارده ان هي اللي ادت وتستند الدفع بتاع كي جي 1 بطاقتها اصلها مكتوب فيها كذا. هو ده منظر ايه اللي بيعملوه ده؟ يعني وبعدين في الاخر بعد ده كله المأذون بقى لو انا جبته للشهاده مش هيشهد مين اللي جابه ومين اللي اداله البيانات ومين اللي عمل الكلام ده، ولا هتروحوا للمأذون؟ اوعى تروحوا للمأذون لانه موظف عام بس علشان ايه؟ ما تسبقوش برضه البيان اللي انا بقوله دلوقتي. لو احنا جبنا المأذون يشهد، هيشهد بايه؟ بالبيان اللي انت قلته له ولا لما رحت جبته على الفرح ولما دعيته ولما قلت له البيانات؟ هيشهد بايه؟ يعني انتوا للدرجه دي كم الابتزاز؟ عشان ايه؟ عشان تتنازل عن حقوقها بقى الزوجيه؟ اكيد ممكن اسالك سؤال يا هايدي معلش، يعني في قضيه زي دي وبتكلم على الرجل والمراه، اتقال ان الرجل عمل كذا وكذا سلوكه او 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 عمل ايه او طرد او هان او بص الناس سابت ايه وجايه بتتكلم على ست؟ انا ده اللي مضايقني على فكره، لان هي دي الست. انا ده اللي مضايقني ان ازاي الست تتهان بالشكل ده؟ ما ينفعش. عشان الرجال وانهي راجل ده اللي يقبل على مراته يتقال عليها الكلام ده؟ علشان كده في مجلس قومي للمرأة. ليه؟ ناس فاكره ان ده تحيز المرأة، لا، لان الراجل في ايده حاجات كثيره جدا ممكن يعملها. هو اللي بيروح وهو اللي بيصرف وهو اللي بيتفق مع الناس وهو اللي بيعد للفرح وهو اللي بيعمل كل حاجه. المراه في الاخر طرف ضعيف مهما استقوت، هي طرف ضعيف. هي اللي راحت النهارده قعدت في فرحها بتمضي وهو عامل فيلم تاني وفي الاخر جاي ياخده ضدها. طب انت ما فكرتش يعني ان انت جوزتها وان في بينكوا شات قد كده كنت بتتكلم قبل كده هنعمل ايه ومش هنعمل؟ طب موضوع طليقها الاولاني ده ليه بيطلع يتكلم؟ هو اساسا ايه دخله في الموضوع؟ انا مش فاهمه. ده ما فيش ولا ليه اي صفه طبعا ان هو يطلع ويشهر، ودي طبعا ده ليه اجراءات قانونيه. هتاخدوا اجراءات قانونيه ضده؟ اه طبعا في اجراءات. طيب انا في معلومه عندي بتقول من صديقتها
دخلت معانا على الهوا من شوية بتقول إن طليقها بسبب سلوكه أو أي حاجة تانية اتسبب لها في مرض، هو اللي اتسبب لها في مرض، وقعدت فترة عشان تتعالج من المرض ده وتعالجت منه الحمد لله. هو طالع يقول عكس كده، يعني شوف بص، يعني الواحد هو في الاخر ايا كانت الحاله المرضيه ايه او كان في حاله مرضيه ولا لا، هو ده مش موضوعنا. وحتى لو عملوا تحاليل اللي هي بتاعه الزواج او بعد ما بعد الزواج او كده، هي ثلاث حاجات سلبيه وده مش موضوعنا اصلا. يعني انت جاي بتتكلم في حاجه، انت مين ايوه هو ازاي يتكلم في كده وما فيش حاجه بتحصل؟ يعني ايه الاجراء القانوني اللي هيتاخد ضده؟ ما هو ما ينفعش حد يرمي الناس كده بالكلام زي ده عشان يقول ان هي يعني كانت رافعه عليه قضايا. ليه هي كانت عامله لك ايصال امانه بالقضايا اللي عليك ولا باللي انت الحاجات والشقه اللي انت عارف بقى المواضيع الماديه بينك وبين والدها والشقه وعقد الشقه والشغل والعمل، عشان والدها كان مديله تقريبا فلوس عشان يفتح حاجه او يشتغل حاجه، مظبوط؟ حاجات اخرى ما بينهم مدنيه، علاقه مدنيه، لكن هو انت عامل حاجتك في حد قال له يطلع؟ حد شجعه انه يطلع؟ حد ساعده؟ دي علامات الاستفهام. انت طالع لوحدك متبرع وطالع تتكلم عن واحده متزوجه، ولا طالع حد بقى الزوج هو اللي قايل برضه، ولا حد قايل لك؟ فهو انا ما سمعتش حاجه. اللي يعمل اجراء زي ده النهارده بعد التصريح بتاع امبارح، واللي يجي يقول ما كانش يعرف انها متجوزه، ونطلع دفوع بكم يعني الهرتله دي هرتله، ونقولها بالمنظر ده واحنا يعني واقفين قوي من نفسنا ان ده دفع، حتى ولا منطق ولا عقل ولا اي حاجه ولا عرف. طب هو حسن شاكوش عايز ايه دلوقتي؟ انا مش فاهمه هو عايز ايه دلوقتي. مفيش حاجه، هو دلوقتي احنا متمسكين بالطلاق وهناخد اجراءاتنا. هو عايز يطلق ولا بيسعى في الصلح؟ هو النهارده لما كان في حوار، لما سمعت طبعا مفاجاه ان هم معاهم القسيمه وقدموها النهارده، وكان في حوار في القناه، هو قال واحنا قلنا طب لو في صلح ممكن يحصل. لما الاستاذه نبيه عرضت ده قلنا طب انتوا شوفوا هتقدموا ايه مع الاعتذار ورد الاعتبار عن التلفيقات اللي حصلت والكلام ده كله مع حقوقها طبعا كلها، لان انا عارفه ان الخطوه الجايه هيبقى في ابتزاز للحقوق. احنا بقى رفعنا ضدك النهارده قضيه وبلفقنا لك قبل كده سرقه، والنهارده بنلفق لك تزوير، وكلها قضايا خايفه. ولفق لها قبل كده سرقه ازاي؟ قال ايه؟ قال قبل كده ان هي خرجت وهو نايم، مش هو اللي طاردها، وخدت مبلغ مالي. هنجيب كاميرات النيابه، كل ادعاء ادعوه كذب هيتعمل فيه مذكره وهيتقدم الدليل المضاد. بقول لك ايه يا استاذه هايدي، ولو هي عملت كده ينفع واحد يطلع يقول على مراته كده؟ هي ما عملتش كده. هي ما عملتش طبعا، بس بقول بصي بقول لأسوأ الظروف. على فكره والله العظيم لغايه امبارح بالليل ريم بعتت لي بتقول لي ايه ده، هما بيقولوا الوثيقه، لا يكون الوثيقه فعلا مكتوب فيها كده. طب لو قلت لها مكتوب فيها ايه ده؟ معقوله؟ قلت لها لا مش موقف لي. ما اظنش يعني، ده بيان. هو قال لي هنقول كده شو خلاص. فاللي يوصل بمراته ان هو يفتري عليها الافتراء ده، يعني هيقول بقى ايه في المبالغ؟ ده انت اللي طاردها، ده انت طردتها من غير حتى هدومها يعني الثانيه، كانت لابسه طبعا ايوه قانون التيشيرت كده، من غير هدومها. كانت عايزه تاخد هدومها اللي هي شارياها، اي هدوم، اي مكياج، اي حاجه، ما خدتش حاجه خالص. ما رضيش يديها حاجه خالص. الشارع ما رضيش يديها حاجه خالص. ثبتت الواقعه. فطبعا وكان لازم تثبت الواقعه دي، اصل ما حد يقول هم اللي بدأوا. هي ثبتت الواقعه انها اتطردت من مسكن الزوجيه، لان ده اجراء طبيعي ان هي تاخده. انت مش طبيعي ان انت ما حدش طبيعي ان هو يطرد مراته من البيت. لا طبيعي. طردها من البيت، وهي كانت لازم تثبت كده، والا بعد كده يروح يعمل لها بقى بالجمله انذار بقى طاعه، وبعد كده يطلعها ناشي تركت مسكن زي هو. مش بعيد، ما هو اللي يدخل في حاجات جنائيه تمس السمعه والكرامه والامانه زي السرقه والنهارده المصيده اللي هم وقعوا فيها دي كمان، يعني يعمل اي حاجه، يروح بقى يعمل طاعه ونشوز ويدخل في اي حاجه بالمره. فعشان كده كانت لازم تثبت حاله. المقابل بقى الوضع كان كم بقى الاكاذيب والادعاءات الباطله والافتراءات. عشان ايه؟ عشان طبعا الخطوه الجايه وبكره افكركم هتتنازلي عن حقوقك الماليه ولا ايه؟ هو ده اللي للاسف اللي احنا شفناه، مش مع حسن بس وريم، شفناه مع نماذج كثيره قوي من الرجال. عشان احنا كده عشان كده مهتمين بالملف ده، عشان ده مش ملف حسن وريم، ده ملف ناس كتير قوي شبههم، وناس كتير جدا بتتخذ الاسلوب ده مع الستات ومش قادرين يشوفوا ان ده عرضك اللي انت بتتكلم عليه ده. ما ينفعش يعني. هي على فكره دلوقتي هي عرضه، يعني هي تخصه اكتر ما تخص ابوها، هي على ذمته. الكلام اللي بيتقال ده ضده هو.
بصي يا زمير، هو بتشكى عليه، هو اتقال له امبارح نلحق بسرعه عشان دي هتبلغ عنه، بصراحه ده اللي حصل، لان انا نشرت امبارح نشره جامده قوي ان انا هشوف النهارده القسيمه من المحكمه، ولو تبين كذا كذا هو الاجراء ضد الكل، ضد المأذون او من ادلى بمعلومات. ساعتها المأذون ملوش ذنب، يبقى الزوج هو اللي جابه وقال له بيانات. وجيت في الناحيه الثانيه قلت ريما انا عشان الميديا والشو الكاميرات هنقول كده قدام الميديا، مش مفيش داعي يعني يعرفوا اذا شافك. على فكره ده هو من ستر ربنا، انا عايزاكي تطمنيها، لان بقول لك انا عندي في الحلقه هنا متسجله هبعتها لك. انا ساله المحامي حسن شاكوش سؤال مباشر جدا، حسن شاكوش كان ما كانش يعرف ان هي متجوزه قبل كده، قال لي لا كان عارف ومش دي المشكله ومش ده هو مش ده اللي مزعله. وانا سالت فبقول لك ده ما ده دوكيمنت، ده دي حاجه موجوده تقدري يعني فاهمه؟ اكثر تواريخ. انا النهارده برضه سالت سؤال مباشر، هل هو ما يعرفش انها كانت متجوزه؟ قال لي لا ما يعرفش. لا 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 يا فندم، هبعت لك الفيديو. انا عارفه طبعا، هبعت لك الفيديو، انا هخلص على طول ابعته لك. انا هنتظره، بس انا طبعا انا عارفه كانوا بينهم شات كتير وبينهم كل حاجه، هي القصه كلها باينه معلش يعني باينه للاعمى. ايوه بتتكلم في ايه يعني انت؟ يعني ما عرفتش انها كانت متجوزه؟ طب ما عرفتش بعد ما اتجوزتها؟ ما عرفتش اي حاجه خالص يعني؟ ده كلام يتقال حتى. هتاخدي اجراءاتك القانونيه ضد حسن شاكوش، وهتاخدي اجراءاتك القانونيه ضد المدعو الاولاني اللي انا مش عايزه اجيب سيرته تاني. بالظبط. مظبوط. وشقيق حسن شاكوش طبعا بالسب والقذف. وليه شقيق حسن شاكوش ليه؟ عشان بعت رسائل شتايم لوالدها وليها وتهديد صريح. ممكن يدان بايه؟ لان لما بتبقى رسائل دي بيبقى دليل ممكن تاخده بيه صح؟ بصوته رسائل صوتيه. رسائل صوتيه فده بيتاخد بيه. فويس نوت بالظبط كده هتبقى على فممكن ممكن ايه ممكن ايه الاجراء اللي يتاخد ضده؟ مباحث الانترنت هيبقى في الفلاشه بالصوت، الفويس نوت اللي فيها الفاظ غريبه وفيها شتيمه الريم وفيها شتيمه لحسن نفسه، يعني هو اخوه بس شتم حسن بلفظ معين وشتم نص نساء مصر. ايوه. طب خليكي معايا يا استاذه هايدي من فضلك، انا معايا دلوقتي الاستاذ محمد ابو العيله محامي حسن شاكوش. ايوه يا استاذ محمد. حضرتك اهلا وسهلا، مساء الخير. حضرتك لو تفتكر في حلقة كان تقريبا من كام يوم كده، أنا سألت حضرتك سؤال مباشر وصريح وقلت لك حسن شاكوش ما كانش يعرف إن ريم متجوزة قبل كده، قلت لي لا كان عارف ومش هي دي المشكلة. الفيديو ده متسجل وموجود عندنا صح؟ لا أنا قلت لا استحالة أقول الكلام ده، لأن أنا أصلا مش لسه أنا لسه عارف الموضوع ده من حسن. هو حسن غير المحامي؟ لأن أنا ما كنتش أعرف. حضرتك لسه جديد مع حسن؟ ليه؟ مش حضرتك الاستاذ محمد مش حضرتك دخلت معانا مداخله هنا من يومين تقريبا؟ يا فندم. طب انا هجيب لحضرتك الفيديو. اوكي؟ تمام اتفضل. انا هبعت لحضرتك الفيديو موجود، وحضرتك لو دخلت حالا على اليوتيوب هتلاقيه. انا سالت طيب حضرتك تمام. سؤال مباشر وقلت لك انا حسن شاكوش كان عارف ان ممكن اتكلم. اتفضل يا استاذ محمد. الخلافات الاسريه اللي كانت جوه البيت احنا مش على علم بيها اصلا، احنا لينا في المشاكل القانونيه. ايوه. وحصل مداخله دلوقتي مع الاستاذ عزه، والمفروض ان احنا هنتواصل انا والاستاذ هايدي. ايوه. ونحاول نحل الموضوع باتفاق ودي ونخلص الموضوع. ايوه. ونتمنى ان ده يحصل عشان الموضوع يحصل. يا رب ان شاء الله، واحنا كمان نتمنى. طب انا عايزه اسالك سؤال بعيدا عن القضيه. الاستاذ هايدي. الاستاذه هايدي ان انا هتواصل معاها زي ما اتفقنا. تمام سامعاك هي استاذه هايدي سامعاك. تمام. طب انا استاذ محمد ممكن اسال حضرتك سؤال؟ ممكن اسال حضرتك سؤال يا استاذ محمد؟ اتفضلي. سؤال بعيدا عن القضيه. هل يصح ان اي راجل في الدنيا يسمح لاي حد يغلط في مراته حتى لو هي مش كويسه؟ يصح؟ يصح؟ مين غلط؟ انا ما بكلم اي راجل. مين غلط؟ ينفع يسيب مراته تتهان وكلام وحش يطلع عليها وهي على ذمته؟ ولا بتتكلمي في دلوقتي؟ في العموم. في العموم موضوع حسن؟ لا في العموم، ما بكلمش على حسن شاكوش دلوقتي. انا بكلم حضرتك يا استاذ محمد، اسمعني من فضلك. اتفضلك. انا بكلم حضرتك باسم كل ست دلوقتي. هل ينفع ان راجل يسمح ان مراته تتهان وهي على ذمته؟ مش الاهانه دي تبقى ليه قبل ما تكون ليها؟ بس بعيدا عن موضوع حسن شاكوش وريم. الاهانه في ايه برضه؟ انا مش عارف الاهانه في ايه. اهانه في ايه؟ اهانه ان هو يسمح ان كلام غير لائق يتقال عليها، اتهامات ما ينفعش انها تتقال اصلا، يعني اي اهانه تتوجه ليها يصح ان جوزها يقبل بحاجه زي كده؟ بعيدا عن موضوع حسن شاكوش وريم، بسالك إيه سؤال عام. ايه الاتهامات اللي توجهت قانونيا مش صحيحه؟
الراجل لما يتهم ان مراته سرقته يا استاذ محمد. تمام. ده ايه صح؟ هو اللي يفصل فيها حضرتك او انا او الاستاذ قريبي ولا النيابه العامه؟ انا ما بتكلمش على حسن شاكوش، انا ما بتكلمش على حسن شاكوش وريم دلوقتي، انا بسالك سؤال عن نفسي تجاوبني عليه. لا لا لا، انت حضرتك بتروحي شويه على حسن شاكوش وشويه تروحي على حاجه عامه. لا انا بسالك دلوقتي على حاجه عامه والله، لو حد لا ما انت حضرتك سمح ان حد يغلط في مراته، ما هي على ذمته دلوقتي. هي على ذمته يا فندم. هو ما غلطش فيها، هو ما غلطش فيها. ايه الغلط فيها؟ غلط فيها في ايه؟ طب ولو حد غلط فيها يعمل ايه؟ ليه؟ لو حد غلط فيها يعمل ايه؟ هو اصلا بينهم مشاكل والمفروض خلاص ان هم كده هينفصلوا. يعني لو بينهم فيها مشاكل هو عادي ايه عادي الخطأ حد يغلط او فيها؟ ايه التصريح اللي طلعه حسن شاكوش على الاستاذة ريم؟ ايه الخطأ اللي هو عمله معاها؟ يعني انا ما بتكلمش برضو دلوقتي على حسن شاكوش، هل هو العام. واحد داخل؟ نعم انا بكلمك في العموم وحضرتك مش عايز ترد. والله حضرتك كلمة بتقولي لي على العموم وكلمة تقولي لي حسن شاكوش. لا انا انا دلوقتي بكلمك في العموم، بقول لك لو حد حضرتك بتكلميني حد ينفع يسيب حد يغلط في مراته ينزل اخبار على السوشيال ميديا وينزل لحد يتكلم يعني هو ما يمنعش الموضوع وكان ممكن يمنعه. حضرتك تتكلمي يا حضرتك، ما انت ما بتردش. طب ما ترد عليا، انا بسالك سؤال في العموم، كل ده عشان بسالك سؤال في العموم برضه مش عايز تجاوب عليه. طب خلاص اتكلمي انت يا فندم وانا هسمع حضرتك. ما انا بقول لك هل ينفع حد يسيب مراته تتهان؟ بس انت حضرتك رد عليا السؤال ده، رد عليا السؤال ده. حضرتك كلميني بخصوص الموضوع اللي انت بتكلميني فيه. انا بكلمك في العموم دلوقتي، لا هل ينفع؟ انت اتصلت بيا قلت لي عشان بخصوص قضيه حسن شاكوش، صح؟ خلاص مش عايز تجاوب، خلاص كلميني بقى في قضيه حسن. مش عايز تجاوب خلاص. لا براحتك انت، حضرتك ما فيش مشكله. متاسفه جدا ليك يعني لو يعني انت مش عايز تجاوب على سؤال في العموم براحتك. شكرا يا فندم، بشكرك جدا. استاذ محمد ابو العيله محامي حسن شاكوش. استاذه هايدي لسه معانا؟ ايوه. انا بساله سؤال في العموم مش عايز يرد، اتضايق. بقول له الراجل لو غلط في مراته، لو ساب مراته تتهان، لو ساب اخبار تنزل عليها، لو ساب الناس تنزل تجرح فيها، ده صح؟ اتنرفز وتعصب قوي، مش عاجبه السؤال، ما عجبوش. بالظبط، هو للاسف اصلا هيتقل ايه، هو الموضوع يعني كبر اكتر عن السرقه، هو كبر في حاجات ثانيه اكتر واكتر، فالموضوع يعني هيقول ايه؟ هيقولوا ايه؟ فمفيش طبعا كلام هيتقال تاني الا بقى بالقانون، ولو هو زي ما بيقول عايزين نصد الموضوع ونتصالح، ده في شروط يعني قويه جدا، منها رد الاعتبار عن المهازل اللي حصلت والافتراءات. بس انا بقول له دلوقتي من البرنامج ان الخطوه جايه في ابتزاز مالي. طيب عامة المفروض ان انتوا هتتقابلوا، والمفروض ان الاستاذ محمد هيتواصل معاكي، مظبوط الكلام ده؟ المفروض بس انا بقول من دلوقتي انا اتوقع ايه، يعني اتوقع ان في يعني في بعض الحاجات كده هتتقال. ابتزاز مالي يعني؟ يعني اتمنى اكون مخطئه، اتمنى. احنا عموما متابعين معاكي. تمام، احنا متابعين معاكي، انا بشكرك جدا. احنا عارفين ان ريم جايه لك النهارده المكتب، كنا عايزين نطمن عليها. ان شاء الله. لا هي كويسه جدا الحمد لله، وطبعا يعني هي اكيد فوجئت بموضوع القسيمه ده، هم استعجلوا وجابوها النهارده، احنا كنا لسه هنجيبها من محكمه الاسره الثانيه المختصه، بس هم استعجلوا طبعا لما شافوا الحلقه وحطوها على طول النهارده في النيابه، وادعوا للداعي اللي كنت هتدعيه امبارح وقعوا في المصيده الخايبه دي. بنشكرك جدا مستشاره هايدي الفضالي، وهنتابع معاكي القضيه. عايزه اقول حاجه اخيره في الملف ده، واحنا ليه مهتمين بالملف ده؟ عشان مهتمين بملف الراجل والست. الست دي سجدت يوم فرحها وكانت ترند والناس كلها اتكلمت عنها، وبصوا دلوقتي بيحصل ايه، بصوا دلوقتي بيحصل ايه. ولو انا كنت بسال الاستاذ المحامي بساله سؤال عادي قوي، اجابته سهله قوي، ممكن يقول لي لا ما يصحش الراجل يغلط في مراته، عادي، ايه المشكله لما يقول كده؟ بس هو ما يقدرش يقول كده، مش قادر يقول كده. لو راجل غلط في مراته او هان مراته او ساب مراته تتهان او ساب حد يغلط فيها او ساب حد يطلع اخبار عليها، وما بيغلطش فيها هي، هو بيغلط في نفسه، لان هي عرضه وهي شرفه، فهو بيغلط في نفسه اما بيغلط فيها. بس كان نفسي المبدا ده نفسي الناس تفهمه، يعني لو حد غلط في مراتك هو بيغلط فيك حضرتك مش بيغلط فيها، لان الادام حضرتك موجود وبيغلط فيها يبقى حضرتك مش موجود، مالكش لازمه. بس يعني هي دي نقطه مهمه جدا، ربنا يكون في عون اي ست بتتحط في موقف زي ده. وانا بطلب من الستات اللي بيتحطوا في موقف زي ده، خلي بالكم قوي من المحامي اللي بتروحوا له، لازم يكون حد شاطر، ولازم يكون حد مش هيستغلكم، لان برضو ده سوق مليان ناس بتستغل الظروف اللي زي دي،
وفي الاخر لا بيحل ولا بيربط وبيفضل يسحب منك فلوس كتير على الفاضي وخلاص. خلي بالكم واسالوا، اسالوا كتير قبل ما تروحوا لمحامي معين، وخلي المحامي اللي معاكم يبقى قوي وعنده ادوات قويه عشان يعرف يجيب لكم حقكم، وان شاء الله اساسا ما تحتاجوش لحاجه زي كده وتعيشوا كويسين. طيب ده كان ملف، وهنتابع الملف ده، مش هنسيبه، هنفضل متابعين الملف ده، مش عشان حسن شاكوش ومش عشان ريم، عشان ستات كتير قوي بتتفرج علينا، وعشان كل ست مصريه تاخد حقوقها، ولازم تحترم، لازم تحترم شرفها وعرضها، ده لازم يكون محدش يمس فيه، محدش يمس بيه. وعايزه اقول لكم حاجه اخيره لكل بنت بتتفرج علينا دلوقتي، ارجوكي اختاري شريك حياتك بدقه، ما تستعجليش، الفرح مش اهم حاجه، بعد الفرح في حاجات تانيه مهمه، الراجل اللي هتعيشي معاه ده يستهلك ولا ما يستهلكيش، هيصونك ولا لا، مش هيسمح حد يغلط فيكي ولا لا، انت هتبقي عنده حاجه مهمه ولا لا، ركزوا يا جماعه ارجوكوا عشان ما تقعوش في مشاكل بعد كده. لو كرهك هيعاملك كويس ولا لا، هيتقي ربنا فيكي ولا لا، يعني ممكن جدا نختلف مع بعض لكن طريقه الاختلاف شكلها عامل ازاي، بيقولوا النهايات اخلاق، فانت هتختلف معايا هتبهدلني وتمرمطني ولا هتصني، لانه انا برضو اسمي على اسمك. ركزوا ارجوكم يا بنات، وانتوا قبل ما تتجوزوا مش اي واحد يجي والسلام، لو هو مستعد وعايز يتجوز لا، مستعد فلوس مش مهم، مستعد عنده اخلاق، فاهم في دينه، عارف بيعامل مراته ازاي، عارف انها شرفه، عارف انها عرضه، عارف انها مسؤوليته، اهلا وسهلا، غير كده مع السلامه، مع السلامه، باي باي زي ما بيقولوا يعني. طيب ده كان ملف.